تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. الحدث حدث اليوم 8 ماي 1945، والمجازر التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء على يد المستثمر الفرنسي تخليدا لذكرى 70 لهذه المجازر. أقيم احتفال بولاية سطيف ليلة بيضاء شهدتها شوارع المدينة، مدينة عين الفوارة أعقبتها مسيرة حاشدة شارك فيها جميع أطياف المجتمع انطلاقا من الشارع الرئيسي. التفاصيل في تقرير فارس شيب ووردة أخشيش. ليلة بيضاء عاشها سكان مدينة سطيف تخليدا لذكرى 8 ماي 1945، تعقبتها مسيرة شارك فيها كل أطياف المجتمع انطلاقا من مسجد أبو ذر الغفاري إلى غاية مكان سقوط أول شهيد بشارع كليمونسو أمام مقهى فرنسا. المظاهرات انطلقت من مسجد أبو ذر الغفاري بالأنقار وفي مقر أو بالأحرى في المكان ما يسمى بمكان 845، كان يسمى سابقا بشارع كليمونسو أي في مقهى فرنسا كما يسمى. فقد سقط الشهيد الأول وهو سعد بوزيد في سن 17 من عمره. في مثل هذا اليوم في 8 مايو 1945 أي قبل 70 سنة، يعني خرج الشعب الجزائري الشعب الأبي المجاهد ليقول لا للاستعمار الفرنسي. وحتى الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أبت أن تعيش هذه الفعاليات وتتقاسمها مع إخوانهم قصد حماية الذاكرة الوطنية من أعداء الجزائر والوقوف أمام المنصب التذكاري لسعال بوزيد ترحما على الشهداء الحرية. نحن معنا حوالي 20 من أبناء الجالية من المجاهدين من أبناء الشهداء ومن الجيل الثالث كذلك، جئنا خصيصا إلى الجزائر لكي نقتسم هذا التاريخ مع أبنائنا هنا وبناتنا هنا كذلك في الجزائر. جاءوا محملين بذكريات، محملين كذلك بمعاناة. الشيء اللي دارت يعني فرنسا ما دارته حتى حتى دولة، يعني ضربتنا بالغاز والحمد لله، وجزائريون ديما أحرار على البلاد. لتكن هذه المحطات الميناء الذي ترسى عليه الذاكرة الوطنية والنفق المؤدي إلى اعتزاز الأجيال الجديدة بالأجداد الذين لم يبخلوا علينا النفس والنفيس. وللحديث حول سر التزام الأسرة الثورية الصمت في خضم إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 وتراجع خطاب مطلب الاعتذار عن أولويات ساسة الجزائر، تلتحق بنا عبر الهاتف المجاهدة بيا مروك. أهلا بك معنا. أهلا بك. بداية سيدتي الفاضلة، ذكرى مجازر 8 ماي 1945 مرة مرور الكرام، هل هناك من يريد تغييب هذه المحطة التاريخية الحاسمة عن تاريخ الجزائر؟ يعني التاريخ تاع تاريخ المجازر تاع قالما وخراطة وسطيف، نعم، عندها دليل، والدليل تاعها ما بداتش من 8 مي 45، بدات من 1 مي 45. باسكو يا انكور دي كاين شهداء اللي راهم مدفونين بارفو في لا روي دي زبي 1 مي. ما على باليش، لا على بالكم بهذا. نعم، عندكم ناس ما توهم ربما. نعم اكيد. صح. دونك 8 مي 45 C'est un grand événement pour les Algériens. C'est un grand événement, mais on est dans la mesure où les Algériens ont souffert dans leur chair. Et c'est des martyrs sans statut officiel. Vous comprenez, mademoiselle ? Non, non, nous sommes dans l'estime. Les martyrs qui ne sont sans statut officiel. Comment interpréter leur situation à ce jour? Même le jeune Hadak Saïd Bouzid, qui a porté l'emblème algérien. Ouais. On n'a jamais cité son nom. Son nom n'a jamais été inscrit ou l'a porté une rue. Non. Donc c'est une injustice de la part
نعم سيدة سيدتي سيدة بايا ماروك المجاهدة، نشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.